يلجأ الكثير ممن يعانون من ضعف النظر إلى عمليات تصحيح النظر للتخلص من النظارات ومتاعبها. لكن تقنيات تصحيح النظر تبدلت وتطورت مع الوقت. سنتعرف على أحدثها مع طبيب العيون الدكتور محمد شهلة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك وبالسادة المشاهدين. يعني بداية دعنا نوضح للمشاهدين أصلا ما هي عمليات تصحيح النظر أو كيف تسير هذه العمليات بشكل عام. طبعا عمليات تصحيح النظر هدفها التخلص من النظارة. لو أنا عندي نظارة بدي أتخلص منها فهي هي عمليات تصحيح النظر، وتجرى هذه العمليات طبعا بعد عمر 18 سنة حصرا، ولازم تكون درجات ثابتة عند المريض وغير ولا تزيد يعني حتى نقدر نعمل هاي العملية. التقنية هي راح تكون على العملية التصحيح النظر على القرنية. شو هي القرنية؟ هي الجزء الشفاف الخارجي من العين، هذا هو المسؤول عن الرؤية بشكل أكثر رئيسي بشكل عن الرؤية. فبالتالي عمليات تصحيح النظر كلها راح تصير على القرنية فقط بشكل أساسي. طيب هل كل من يلبس النظارة فعليا يحتاج أن يخضع لهذه العملية، أم هنالك طرق للتشخيص بتتبعوها وبتحددوا حالات معينة دونا عن غيرها؟ تماما، في الآونة الأخيرة صار في عنا كثير تقنيات لتصحيح النظر، وبالتالي يجب دراسة المريض. كل مريض له حالة خاصة، لأنه أهم عامل لتصحيح النظر هو سماكة القرنية. هذه القرنية لها سماكة معينة، هي عادة الطبيعي من 500 ميكرون إلى 600 ميكرون. فنحن ضمن هذا الرنج في درجات معينة عند المريض بعملية حسابية بسيطة منشوف هذا المريض هو مؤهل يعمل عملية هذه أو لا، وأي تقنية هي المناسبة له. يعني نحن للأسف الآونة الأخيرة أنه أنا بشوف في إشو عمل معناته أنا بدي أعمل مثله، لا، كل عين هي حالة خاصة بحالها، كل عين لها ميزات خاصة، كل قرنية تحتاج ليزر معين، ليس كل العمليات تصحيح نظر تشبه بعضها. تمام بهذا الشكل. نعم، إذا بناء على درجات معينة منحدد التقنيات. طيب الآن سنبدأ باستعراض مجموعة من الصور وتشرح لنا أبرز التقنيات المستخدمة في عمليات تصحيح النظر، وربما من خلال الشرح على هذه الصور نتعرف على مناسبة كل تقنية. تمام. مع الحالة. أهم تقنية واللي هي أقدم تقنية لتصحيح النظر هي الـ PRK أو الليزر السطحي. شلون بيصير هذا الليزر السطحي؟ طبعا بطريقة جدا بسيطة. نحن القرنية لها طبقات، هي الطبقات منزيل فقط الطبقة السطحية من القرنية. نعم. ونضرب عليها الليزر اللي هو إكزايمر ليزر اللي هو بيصلح لنا درجات النظر، وبالتالي ونترك هاي القرنية تسكر لحالها. هاي الحالة الأولى اللي هي الـ PRK أو الليزر السطحي، هاي هي الحالة. نعم. الليزر اللي بعده اسمه الليزيك أو الفيمتوليزيك. شو هو الليزيك وشو هو الفيمتوليزيك؟ بالنسبة للليزيك هو هذا عبارة ليزيك؟ هلا هاي الحالة للعين توجه عليها الليزر. الليزيك هو عبارة عن نحن رح ناخد شريحة من هاي القرنية ونضرب الليزر ونرجع الشريحة مكانها. طيب شلون ناخد هاي الشريحة أو الفلاب بنسميه؟ طبعا سماكته 100-120 ميكرون فقط هذا الفلاب، عشان كانت البي ار كي لما نضرب الليزر السطحي تعمل ألم لمدة 5 أيام، يصير في ألم عند المريض، فبالتالي كانت مزعجة. تطور العلم صار في عنا اسمه تقنية ال نحن بنسميها الليزيك أو الفلاب. فنحن لو شبهنا هاي القرنية بهاي الشكل، نعم، فنحن عم نشيل بالليزر السطحي، نحن بس عم نشيل هاي الطبقة. تمام، بطريقة إما إزالة بالكحول أو عم نشيلها بطريق النو تاتش ليزر. يعني ومنضرب الليزر. لو تشرح لنا من البداية. يعني هاي القرنية نحن لو نشبهها للمريض هي سماكة، هاي طبقات القرنية اللي هي الجزء الخارجي من العين. تمام، فأنا لو بدي أنا التقنية الأولى هي كانت إنه نحن نزيل الطبقة السطحية من القرنية بطريقة الإزالة. نعم. وبنضرب الليزر بشكل مباشر وبنترك القرنية تسكر لو حالها. بس هذا الشيء كان مؤلم عند المريض ويظل 5 أيام في ألم عند المريض. اسمها الـ PRK، هي أأمن وسائل الليزر. تطور العلم صار في عنا طبقة في شيء اسمه الليزيك والفيمتوليزيك. نحن بنرفع فلاب أو شريحة بطريقة هي إما تكون بمشرط وهو الليزيك كان قديما مستخدم، أما حاليا بطريقة الفيمتوليزيك هي بالفيمتوسيكند. بليزر الفيمتوسيكند نرفع الشريحة بهالشكل، بنضرب الليزر هنا ومنرجع الشريحة مرة ثانية، وبالتالي هون يخف الألم، سرعة الشفاء أسرع،
المريض ممكن ثاني يوم بعد العمليه يشوف بشكل اوضح، اما بالتقنيه القديمه كان المريض ياخذ نعم. وقت لحتى ترجع يعمل شفاء للحاله. طيب دكتور خلينا نركز شوي على هذه التقنيه الفيمتو ليزك، فعليا هنالك شروط وفحوصات معينه يتم اجراءها قبل تحديد مدى احتياج المريض لهذه العمليه، فاخبرنا عنها. طبعا هنا كل مريض له حاله خاصه مثل ما حكينا، نحن اول شيء اول فحص بنعمل تحديد الدرجات عند المريض. ثاني شيء بنعمل شيء اسمه صوره طبوغرافيا للقرنيه. شو هي الطبوغرافيا؟ هي بتعطينا سماكات القرنيه، شكل القرني، هل هو شكله طبيعي ام هنالك في تقعر شكل. هلا الانسان الطبيعي لازم تكون القرنيه نصف كرويه. عند بعض المرضى تكون القرنيه شكلها مخروطي، فبنسميها القرنيه المخروطيه. وحكينا باحد الحلقات عن شيء اسمه القرنيه المخروطيه. لما تكون قرنيه مخروطيه لاحظ شكل القرنيه مخروطي، فهذا ما بيصير نعملها قطعا واحدا، ممنوع نعملها عمليات تصحيح النظر. في إلى علاجات ثانيه غير تصحيح النظر. فبالتالي اهم حاله هو دراسه المريض بشكل صحيح، تقييم سماكه القرنيه، قديش السماكه المناسبه لعينه. نحن مثل ما حكينا لازم تكون السماكه فوق ال 500، والدرجات طبعا في عمليه حسابيه. شو هي الحالات لو نخصص، شو هي الحالات اللي بتحتاج الفيمتو ليزك لعلاجها؟ يعني كل حالات قصر النظر، مد النظر، الاستجماتيزم عند المريض ممكن نعملها تصحيح نظر بالفيمتو ليزر. طبعا الفيمتو ليزر هو أأمن لأنه ما في أي مشرط، هو عبارة عن ليزر عم نفتح الفلاب، عم نرفع الفلاب بشكل يدوي، عم نضرب الليزر ونرجع الفلاب. طبعا لما نرجع الفلاب لازم بده شغلة يوم 24 ساعة حتى يلتئم بشكل كامل. فبالتالي هون بنقول للمرضى ممنوع يفركوا عيونهم بعد العملية، ممنوع يجيها مي، ممنوع يجيها ضربة عشان تكون العملية كم ناجحة. المدة اللي لازم فعليا المريض انه يعني يقوم بهذه الشروط حتى يستوفي العلاج؟ طبعا نحن بعد العملية نعطي تعليمات للمريض انه لازم ممنوع تفرك عيونك من هون لاسبوع 10 ايام بشكل قوي، ممنوع يدخلها مي لمدة 4-5 ايام. في قطرات معينة بنستخدمها لانه نحن لما عم نقص الشريحة ومنرجعها مكانها لبين ما ترجع تلتئم بشكل جيد بتاخذ وقت، فبطير عند المريض شوية جفاف في العين. وبالتالي هذا الجفاف يكون علاجه قطرات مرطبة لفترة شهر أو شهرين بعد العملية، يجب أن يستخدمه المريض حتى تظل القرنية مرطبة بشكل كامل. نعم. طيب دكتور، يمكن واحدة من الأسئلة اللي بيسألوها كثير من المشاهدين، سواء استخدمنا الليزر أو الفيمتو ليزك، هل من الممكن أن يؤثر فيما بعد أو على المدى البعيد على الشبكية؟ هلا الليزر هو ليزر سطحي واسمه ليزر الإكزايمر ليزر، هو ما بيخترق القرنية أبدا، هو فقط بيصلح طبقات القرنية. فبالتالي يعني الليزر عم يضرب من هنا مش حيطلع من الطرف الثاني ابدا، هو فقط عم يضرب بهالمنطقه. وبالتالي هو ليزر فقط سطحي، ليزر موضعي، وليس ليزر انه ممكن يخترق الشبكيه او يعمل مشاكل في الشبكيه. الشغل كله على القرنيه. في حال انا القرنيه طلعت غير مناسبه وضربت ليزر عليها، انا هون باذي المريض. ولذلك هون بيجي بعض المرضى بقول لك دكتور انا رجع عندي درجات بعد العمليه. طب ليش رجع عندي درجات؟ اذا انا من الاول كانت الدراسه خطا، او كانت القرنيه غير مناسبه للعمليه وانا عملتها، وبالتالي ممكن تتراجع الدرجات. وللأسف تراجع الدرجات بيكون أبشع من الدرجات اللي كانت عنده سابقا. طيب بالنسبة للحالات اللي كانت بالفعل تحتاج الليزر أو الفيمتو ليزك، هل في أي احتمالية لأنه يرجع ضعف النظر إلها؟ قطعيا لا، لازم ما يرجع ابدا من ضعف النظر، لانه نحن عم نزيل كل الدرجات الموجوده عند المريض، وبالتالي خلاص ما ضل ولا درجه. فبالتالي صعوبه انه ترجع الدرجات كثير نادر جدا. اما في حالات قلت لك انه مثلا درجات كانت عاليه جدا وكانت القرنيه غير مناسبه للعمليه، سماكتها غير كافيه ونحن ضربنا ليزر، فبالتالي انت عم بتاثري على هيكليه القرنيه. القرنيه هي مثل هيكل، نحن لو لعبنا بحد من الاساسات فبالتالي رح يؤدي الى ضعف في القرنيه. نعم. يعني وبالتالي لا سمح الله ممكن تتحول لتلين قرني، لاكتيزيا، ممكن تاذي المريض. فبالتالي ليس كل المرضى يجب اجراء ليزر، والليزر بالاخير هو عمليه تجميليه، هو للتخلص من النظاره. انا لو حياتي مرتاح من النظاره، عم بلبس نظاره ما في داعي اعمل العمليه. مو كل المريض يجب انه انا شفت صاحبي او شفت رفيقي يعمل العمليه اذن انا لازم اعمل العمليه. نعم. هاي مثل مثلا تصوير القرنيه بهذا الجهاز، هو الكورنيال توبوغرافي. بكون اخذنا الشكل القرنيه. نعم. وبعدين درسنا القرنيه بشكل اوفى، هلا ممكن صوره ثانيه تعطينا شكل. نعم. توبوغرافيا القرنيه. فمنشوف القرنيه، سماكات القرنيه، تقعر القرنيه، هل هو مناسب غير مناسب، كثير مهم هذا الشيء. يعني الدراسه قبل العمليه هي بتحدد لنا نجاح العمليه. جميل. الدراسه والجهاز المستخدم
وبالتالي إن شاء الله نتيجة تكون مرضية للمريض. طيب دكتور، بالنسبة للحالات اللي فعليا لا يمكن إطلاقا أنه نعملها الفيمتو ليزك، شو في آليات أخرى لتصحيح النظر؟ إذا حسب يعتمد حسب عمر المريض، لو كان عمر المريض تحت 40 سنة يعني عمره 20-30 بنفضل عنده شيء اسمه زراعة الاي سي ال. شو هي الاي سي ال؟ نحن بنزرع عدسة، هي العدسة بنحطها داخل العين فوق العدسة الإنسان الطبيعية، هاي الاي سي ال. تمام. هاي الاي سي ال بتعدلنا الدرجات الموجوده عنده، سواء كانت نقص او انحراف او مد، وبالتالي هون المريض بيشوف بدون نظاره. اما اذا كان عمر المريض فوق ال 40 سنه فممكن يكون عنده بالمستقبل مي بيضاء، لذلك بنشيل العدسه الطبيعيه بنسحبها بطريقه الفاكو وبنزرع بدلها توريك لينز او ترايفوكال لينز اللي هي بتشوف بعيد وقريب بنفس الوقت، وبالتالي هون المريض بيتخلص من النظاره بشكل كامل. نعم. فالتقنيه تختلف، يعني مو كل المرضى لازمهم تصحيح للنظر. جميل. طيب عوده للمراحل، ربما في تصحيح النظر ممكن نشاهد بعض الصور التوضيحيه. أعتقد أنه إحنا استوفينا يعني الصور الموجودة دكتور. طيب هل في محاذير معينة ممكن تنصح فيها أو يعني تنوه لها بشكل أو بآخر المرضى؟ تمام. يعني هلأ المحاذير الأهم، أنا موضوع تصحيح النظر أول شغلة مثل ما حكينا لازم تكون الدرجات ثابتة. يعني المريض مثلا عم يراجع كل 6 أشهر عند الطبيب، ولكن جميل. الدرجات عم تزيد، فأنا لست مهيئ حاليا لعملية الليزر أو الليزك أو الفيمتوليزك أو أي عملية لتصحيح النظر، لأنه طول ما الدرجات عم بتزيد أنا لو عملت العملية بعد فترة رح ترجع الدرجات تزيد. فبالتالي يجب أن يكون الدرجات ثابتة خلال آخر 6 شهور فحص أنه حتى نعمل عملية الليزك. ما يكون عند المريض جفاف في العين، لو كان عنده جفاف شديد في العين قبل العملية ممكن تتأثر كمان بعد العملية وتصير مضاعفات سيئة. ثالث شغلة أنه ما يكون في قصة وراثية بالعائلة، مثلا حدا بالعائلة عنده قرنية مخروطية، حدا عنده أمراض بالقرنية وراثية. فبالتالي هي كمان لازم تكون بضمن الدراسات اللي لازم نعملها. يعني أنه هاي العملية عملية مثل ما حكينا هي عملية تجميلية، ما هي عملية إجبارية. أنا مو لو شفت مثلا صديقي عمل عملية معناتها أنا رح يصير لي عملية، وكل مريض قلت لك هي حالة خاصة بذاته، كل عين هي حالة خاصة، كل قرنية هي حالة خاصة. فبالتالي أنا لا أعمم على الجميع، وما بقول للجميع أنه كلكم بيصلكم نفس الليزر، كل مريض له حالته الخاصة. جميل. حقيقة شكرا جزيلا للدكتور محمد شهلة طبيب العيون على كل هذه النصائح القيمة في هذا الموضوع. عليكم العافية.